60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. سلام القدس عليكم ومنكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 93 من العام 2018. أود أن أبدأ هذه الحلقة بشأن شخصي، وهو التوجه بالشكر والامتنان لحجم العاطفة والمحبة ودفء الكلمات التي وصلتني منكم جميعا مع بلوغي العام 60. ولا نتحدث عن معنى 60، فقد كتبت هذا على صفحتي على الفيسبوك، وأكتفي بما كتبت وبما قرأت وبما كتبتم وبما علقت، لكن لأقول نحن لا نزال نعيش البدايات، نحن قوم نلاقي الموت كما نلاقي الحياة، لقد جهزنا وأعددنا أنفسنا لنكون مشاريع شهداء منذ البدايات. يعني عام 78 كان موعدا مع الشهادة، وعام 82 كذلك، وما بعده، ومن حمل البندقية وخاض القتال في الصفوف الأمامية بل ما وراء خطوط الاحتلال يعتبر ما عاشه بعد ذلك التاريخ وفائض عمر. ولذلك التصالح مع الموت هو تصالح مع الحياة أيضا، باعتبارهما سنتان إلهيتان لا بد من التسليم بهما، وما بينهما فرصة وساحة عمل وحضور ومسؤولية. ومن هذا الموقع نتابع معا بذخيرة تراكمت في السنوات، تراكم منها ما هو في الثقافة وما هو في المعرفة وما هو في الإدراك وما هو في التجربة وما هو في القدرة على القراءة وفي القدرة على الاستنتاج، وتراكمت منها أيضا شبكة المحبة التي تجمعنا والتي ينتمي إليها عشرات الآلاف من الذين يتابعون المقالات ويتابعون التسجيلات ويتابعون القراءات، ويشكلون رغم أن بعضهم لا يعرف بعضا، يشكلون تيارا ثقافيا فكريا أسهم ويسهم بكل تواضع في تثبيت دعائم صمود محورنا وبيئتنا وناسنا وأهلنا في هذا الخيار الذي تلاقينا عليه معا وله بوصلة واحدة هي فلسطين. من هذا الموقع أؤكد وأعيد التكرار للشكر وللتحية وللامتنان وللثقة بأن ما نفعله معا هنا وما نحن متابعون في فعله لن يختلف فيه شيء، سوى المزيد أنني أضفت إلى مسؤولياتي مع بلوغ 60 الالتزام بإصدار كتاب كل عام. بدأته بأنني أكملت 60 مع أول كتاب هو حزب الله فلسفة القوة، والآن أنا في خضم الاستمرار والمتابعة لإنتاج الكتاب الثاني الخاص بخلاصات واستنتاجات المتغيرات الاستراتيجية والفكرية التي أثرتها وأغنتها الحرب التي خضتها سوريا في مواجهة أكثر من ثلثي العالم. وبعدها إن شاء الله يكون يعني أيضا سلسلة من الإصدارات التي تواكب كما هو كتاب حزب الله كما هو كتاب سوريا قضايا وعناوين ذات عمق فكري، ليست توثيقا وتوصيفا في السياسة ولا هي شرحا لما تتولاه المقالات وحلقات 60 دقيقة، هي وقفات أمام أعماق الفكر السياسي، أعماق الفكر الاستراتيجي لتأسيس ما أعتقده مدرسة العلوم السياسية التي أنتجتها المقاومة. كما هو كتاب حزب الله فلسفة القوة استخراج لبعض قواعد
ومرتكزات هذه المدرسة الجديدة في علم السياسة. كتاب سوريا سيكون أيضا استخلاص لقواعد جديدة أخرى في علم السياسة لتتراكم بالتتابع والتلاحق ما يقدرنا الله أن نعيشه من عمر، ونحن نقدم المزيد من القراءات لتبقى زادا في هذه المواجهة المفتوحة لحرية أمتنا وحرية شعوبنا وكرامة أمتنا وكرامة شعوبنا التي نذر الواحد منا حياته من أجلها. في هذه الحلقة أحبائي وأعزائي سأتناول مفصل من مفاصل رسم معادلات العالم، مستفيدا من الفرصة التي تتيحها الأحداث الراهنة. هذا المفصل هو كيف يمكن للصراعات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤثر على موقع أمريكا وعلى التوازنات الدولية والإقليمية والمواجهات المعنية بها، وهذا هو توقيت مناسب لأننا نعيش هذه اللحظة الآن. نعيش اللحظة التي لم يعد فيها، وهذا هو الاستخلاص الأول والأبرز، لم يعد فيها العنصر الحاسم والحاكم الآن في تحديد حركة الصراع، ساحات المواجهة، التطورات التي نشهدها في قضايا الخلاف والنزاع الإقليمية والدولية، لم يعد العنصر الحاكم والحاسم فيها هو فقط قواعدها الاستراتيجية المبدئية كصراع بين قوى الهيمنة والاستبداد والسيطرة والتسلط والعدوان التي تقودها واشنطن وتقف معها فيها أنظمة كنظام السعودية وقوات احتلال ككيان الاحتلال الصهيوني، بل بات العنصر الحاكم والحاسم فيها الآن ليس هذا الصراع مع هذا المحور الذي تخوضه الشعوب وقوى المقاومة والدول المستقلة المدافعة عن كياناتها وحضورها، ليس هذا هو الحاكم والحاسم الآن. هذا يقف في الخلفية، هذا موجود، هذا حاضر، لكنه ليس هو المحدد الآن. المحدد الآن هو الصراع على أي من الخيارات ستسلك الولايات المتحدة الأمريكية، هو الصراع الذي يدور داخل مؤسسة صناعة القرار الأمريكي، وهذه مراحل نادرة الحدوث. عموما المواجهات الداخلية في أمريكا تكتية تفصيلية تتصل في غالبها الأعم بالشأن الداخلي وليس في السياسة الخارجية. وربما يلاحظ الكثيرون أن حضور السياسة الخارجية الآن بات أكبر بكثير، وأن هذا الحضور لم يعد له صلة بمشاعر الأمريكيين كقوى رأي عام إلى جانب المظلومين في مواجهة الظالمين على الإطلاق، ليس لدينا هذا الوهم، بل حول الخيارات التي يمكن أن تنعكس على تقدم الوضع الداخلي في أمريكا أو تراجعه. لقد خاض الأمريكيون ككتل رأي عام كتجمعات اقتصادية واجتماعية تجربة الديمقراطيين مع باراك أوباما، وكان عنوانها الاقتصادي الأبرز هو منظومة الاقتصاد الافتراضي والعولمة. وواضح وهذا صحيح، يعني ما قاله ترامب في خطابه الانتخابي عن انهيار هذه المنظومة هو غاية في الدقة، لكن هو كان منافقا ومخادعا بانقلابه على ما قال، لأنه عاد ليدافع عن عولمة من نوع آخر. هو كان يقول نريد أن نعود إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، هو رفع شعار نريد أمريكا العظيمة لا أمريكا العظمى، أي أمريكا العظيمة بإنجازاتها باقتصادها بمنظومة قيمها بعلومها المتقدمة بجامعاتها ببناها التحتية بصناعاتها، لا أمريكا شرط العالم، واستعمل هذا التعبير. وكان يتساءل عن مبرر تورط أمريكا في الحرب السورية وعن ما هي مصلحة أمريكا في أن تدعم النظام السعودي وكثيرا من الأشياء باستثناء إسرائيل، كان يعتبرها جزءا داخليا في السياسة الأمريكية، وهذا على قدر عال من الصحة أيضا. وبالتالي حتى العلاقة مع روسيا، المقاربة التي قدمها في معركته الانتخابية كانت مقاربة الذهاب للانخراط في التفاهمات مع روسيا. هو بعد أن أصبح في البيت الأبيض وأمامه أوزان المؤسسات وأدوارها والمصالح التي تصوغ من خلالها السياسات، انقلب على خطابه الانتخابي وتأقلم وتساكن مع مقتضيات ما ترسمه السياسات العليا التي تضعها هذه المؤسسات. انقلب على موقفه من الحرب في سوريا، وانقلب على موقفه في العلاقة مع روسيا، وانقلب على موقفه في التحدث عن التخلي عن دور شرط العالم، وانقلب على موقفه في الموقف من السعودية، وانقلب على موقفه حتى في القضايا التي تتصل بمفهوم أمريكا العظيمة. طيب، عاش الأمريكيون تجربة باراك أوباما،
نتائج هذه التجربة كانت مرتبطة بالفشل في فرض معادلة العولمة التي تبنتها إدارة أوباما، بغض النظر عن أنها انتهت في النهاية إلى تسويات، لكن مشروعها لم يكن التسويات، هي انتهت إلى تسويات انطلاقا من عجزها عن فرض الإرادة. وجاء والمنطقي والطبيعي أنه إذا أنت داعي العولمة، يعني داعي لأن تربح أمريكا سيطرتها على العالم بصفتها القوة الأولى للعولمة، وتعد دول أوروبا بالعائدات والخيرات من إنهاء وكسر الهيمنة أو الحضور الروسي في البيئة الأوروبية، وإذا كنت من الذين يتحدثون عن أن أمريكا يجب أن تحاصر الصين وأن تفرض عليها مستوى أقل من التقدم ومن النمو كي لا تنافس البضائع الغربية، وإذا كنت من دعاة السيطرة على سوق النفط للتحكم بقدرة روسيا على البيع وبقدرة الصين على الشراء، وإذا كنت من دعاة محاصرة إيران كي لا تتمكن من محاصرة حلفائك في الشرق الأوسط، إذا كنت من دعاة هذا كله فلست أنت من الذي يأتي ليبشرنا بأن علينا القبول والإقرار بأن هذا فوق طاقتنا. كان هذا هو خطاب الشعب الأمريكي مع الديمقراطيين في الذهاب إلى ترامب، لأن ترامب جاء يرفع الخطاب الآخر ليقول داعش أنتم صنعتموها، روسيا ليست عدوا، سوريا ليست قضيتنا، شرط العالم ليس مهمتنا، نريد بنى تحتية عملاقة، نريد جامعات متقدمة، نريد اقتصاد نامي ومتطور، نريد فرص عمل، نريد مستشفيات. هذا هو الخطاب الذي فاز على أساسه ترامب، وليس الخطاب الذي يتبناه الآن، أننا ندفع، أننا مستعدون لأن نقاتل من أجل السعودية لأنها تدفع الأموال. ليس هذا، ليست هذه هي أمريكا العظيمة التي بشر بها، أننا مستعدون لأن نحرس وأن نحمي من يدفع لنا، هذا هو الشرطي. أننا نتخاصم مع روسيا ليس لأن لدينا مشكلة ثنائية مع روسيا، لأن لدينا تنازع على الهيمنة ونرى روسيا تدعم القوى التي تقوض هذه الهيمنة. أننا مع إيران، هو من الأول كان عم بيقول على الانسحاب من التفاهم من أجل إسرائيل، عظيم، لكن حتى بالمفهوم العملاني الواقعي الذهاب إلى المواجهة مع إيران بات محكوما بنسبة كبرى أيضا بحسابات لها صلة بمزيد من التورط والانخراط في صراعات بشر بالانسحاب منها. هذا التناقض في كل الخطاب وفي كل المشروع وفي كل الأداء أعاد إنتاج معادلة جديدة، ليس في الرأي العام، قبل الرأي العام أكيد هو أنتج في الرأي العام وجاءت الانتخابات وقالت هذا الشيء، لكن ما أريد قوله الآن أنه نحن أمام معادلة فيها جزء من المؤسسة في انقسام في المؤسسة صانعة القرار، مش بس بين البيت الأبيض والمخابرات الأمريكية، ومش الموضوع الخاشقجي، موضوع هل أن هذه السياسة القائمة على الثنائية الإسرائيلية السعودية يمكن أن تنقذ مشروع الهيمنة الأمريكي؟ لأنه هذا هو السؤال. لما اليوم المخابرات المركزية، مش هبل المخابرات المركزية ولا هني يعني هالقد مخلصين وأوفية للنتائج التي توصلهم إليها التحقيقات، انه جماعة شرفة وما بيقدر ضميرهم يتحمل، طلع معهم محمد بن سلمان عاطي الامر بقتل خاشقجي، فقامت القيامة للضمير تعمين المخابرات الامريكية اللي برقبتها بس بقصف الطائرات بدون طيار بس بباكستان وافغانستان حسب التقديرات الامريكية 100,000 بريء، بيوت تطاح وقرى بكاملها على اساس فرضية قد يكون مرة فيها واحد من عناصر القاعدة وبيطلع مش مظبوط. باكستان قيامتها يعني الحركة السياسية الداخلية في باكستان حول العلاقة مع أمريكا جزء أساسي منها له علاقة بهذا الملف، بعشرات الألاف من الأبرياء الذين سقطوا، حرب اليمن اللي كلها بالسلاح الأمريكي وبالمخابرات الأمريكية وبالقرار الأمريكي، فيش لزوم يعني نحكي عن حجم الارتكابات الوحشية التي تتحمل مسؤوليتها المخابرات الأمريكية، حتى عمليات الاغتيال من أساتذتها، يعني إذا محمد بن سلمان برأيهم طلع غبي في كيفية الاغتيال مشكلتهم معه مش بمبدأ التوحش، توقيته وسياسته ولحظته فرصة بالنسبة للمخابرات الأمريكية للتعبير عن شيء ما وراء السياسة، أنه هل بقي ثمة فرصة لأن يؤدي الرهان على السعودية لتعديل التوازنات. هذا هو السؤال، أنه إذا كانت السعودية مثل ما قال ترامب هي مصدر إسناد لبقاء إسرائيل، وهو المرة الأولى التي يتحدث فيها عن خطر زوال إسرائيل، وهذا كلام كتير كبير. طيب فإذا كانت هذه السعودية
لو كانت هي البحصة التي تسند الخابية بس مش أكتر، بعد بيعتمد عليها هاي البحصة؟ هذا هو السؤال. أم أن علينا أن نواجه إسرائيل بحقيقة أن التوازنات تغيرت وأن عليها أن تتغير؟ هذا نقاش حقيقي بأمريكا، هذا النقاش ناتج عن فشل الرهان على الثنائي الإسرائيلي السعودي الذي تحول إلى اختصار لمشروع ترامب في السياسة الخارجية وبديل عن الفشل في السياسة الداخلية. وهون للمرة الأولى أنا عمول نحن أمام انقسام في مؤسسة الرأي العام، في مؤسسة صناعة القرار يدعمها تحول في الرأي العام. يمكن ما بعرف إذا بعد الحرب في فيتنام، يعني قبيل اتخاذ قرار الانسحاب من الحرب في فيتنام، كان في شيء شبيه. يعني لما بلش يتهيأ نيكسون مع كيسنجر للتفاوض حول إنهاء الحرب في فيتنام ومن ثم الذهاب إلى الصين، يعني لمرحلة جديدة مختلفة في السياسة الأمريكية. وبالمناسبة الصين يومها في العقل الأمريكي مش أقل من إيران اليوم، عشان ما حدا بكرة يتفاجأ. يعني اللي راح عمل زيارة على الصين التي كان النص السياسي الرسمي الصيني عنوانه أنها هي الشيوعية الأكثر نقاء من الاتحاد السوفيتي، أنه الاتحاد السوفيتي عم بيبيع ويشتري بالشيوعية، الصين مبدئية مع شيوعيتها، كان هذا هو عنوان الصين. وكانت الشيوعية تعادل أكثر بكثير من الحديث الآن عن إيران وولاية الفقيه والإسلام أبدا. يعني كانت الشيوعية هي، كانت أمريكا تتحالف علنا مش تحت الطاولة، تقول إن الحلف، حتى سموه حلف ديني، إن الحلف بين المسيحيين والمسلمين رغم التفاوت والاختلاف في المقاربات هو ضرورة من أجل هزيمة الكفار. صار هذا الخطاب الأمريكي بالحديث عن المواجهة مع الشيوعية. طيب ورغم ذلك تخطط أمريكا هذه التعبئة وكل هذا على قاعدة حسابات المصالح، وهيأ كيسنجر في زيارات مكوكية هذا الانفتاح التاريخي على الصين. فما حدا يعني يستغرب انه يكون هلأ في حدا بأمريكا عم بيقول طيب تعالوا نطرح السؤال الصعب، شو عندنا مشكل مع إيران؟ بالتالي في إعادة نظر مبنية على الإقرار بمحدودية القدرة، أنه نحن ما لنا قادرين نغير المعادلات، والمكابرة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الغرق، لأنها تعتمد على قوى عاجزة عن إحداث تحولات وعلى قوى لا تشبهنا، نمنحها التغطية ونمنحها الدعم وهي لن تقدم لنا شيئا بل ستستهلك ما لدينا. هذا معنى القراءة الموجودة لدى المخابرات المركزية الأمريكية تجاه ما يمثله الوضع السعودي. وبناء عليه إسرائيل بدون السعودية مظبوط أن موافقين معه لترامب بأنه ستخسر الكثير ومصيرها الوجودي مطروح على بساط البحث. لذلك مش الحل هو أن نذهب إلى مزيد من الدعم اللامتناهي لنظام متهالك عاجز عن أن يغير شيئا ونخلي إسرائيل تغرق، لأنه المزيد من الرهان على السعودية ومن دعم السعودية حتى لو نتنياهو هي رغبته، ما منخلي إسرائيل تغرق لأنه نتنياهو بده هيك، وما منخلي إسرائيل تغرق لأنه ترامب شايف محمد بن سلمان المخلص والمنقذ، المخلص والمنقذ، خلص دور اثنين في هذا الرأي الآن على الطاولة. بيقول انتهى في المعادلات الدولية والإقليمية الزمن الذي يتحمل رعونة نتنياهو وأوهام نتنياهو وتوحش وضعف وعجز محمد بن سلمان، أنه هذا زمن خلص، هو ما عاد يفيدوه بشيء، وأن المطلوب في السعودية قيادة تلتزم حدودها وتقبل بأن تكون مجرد صندوق مال بلا نفوذ لأنها لا تملك مقومات النفوذ، وأن الدول التي تملك مقومات النفوذ هي دول تملك مساحة من السكان ومن الاقتصاد القوي ومن الجيش القادر، النموذج التركي مثلا، التي يمكن أن تسند إليها مهمة مركزية محورية قادرة على صناعة السياسة وعلى الانخراط في السياسة وعلى الدخول والخروج في المواجهات والتسويات، تشكل ركنا يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه في هذا المنطق الآن. وأنه هذا المطلوب بالسعودية، نظام ما يشكل عبء، أبلان يكون صندوق مال
نحن بنصرف الأموال، هذا مش مختلفين عليه مع ترامب، لكن هذا تحصيل حاصل، هذا ما بيشتري سياستنا. وبالمقابل أن يكون هناك قيادة إسرائيلية عاقلة قادرة أن تفهم بأن زمن الحروب التي تخوضها إسرائيل انتهى، وأن على إسرائيل التسليم بحجمها الجديد، بأنها إسرائيل الصغرى ليست إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، ولا إسرائيل العظمى القائمة على شرق أوسط جديد تديره بالأمن والاقتصاد، هي إسرائيل الصغرى المحتمية وراء الجدار، والتي تحتاج إلى شرعنة الاعتراف بها على قواعد مختلفة، على تسوية ترضي القيادة الفلسطينية، تستطيع روسيا أن تكون شريكا فيها. في هذا المفهوم، هذا المفهوم بيتضمن انفتاح إيران، وهذا المفهوم يعني هذا اللي كنت عم أقول بكثير مرات أنه علينا أن نتذكر بيكر هاملتون. طيب الآن المواجهة الدائرة إذن هي بين رأي عام غاضب، لأن الرأي العام ما بفلسف السياسة، رأي العام بالنسبة له الآن في الكتل الفاعلة والحيوية والناشطة التي حتى الإعلام عم بيكون يعني هو لسان حالها والنابض والناطق باسمها، واشنطن بوست وغير واشنطن بوست، في تلاقي بين هذه الكتلة من النخب وكتلة في الرأي العام، لا منطقها ما له علاقة بهذه الفلسفة السياسية الاستراتيجية التي تقول بها المخابرات ومراكز الدراسات التابعة للمخابرات الأمريكية، اللي عملت خلاصات أكبر من خلاصة التحقيق بالخاشقجي. خلاصاتها هي أن مرحلة جديدة تبدأ على مستوى القوة الأمريكية وقدرة القوة الأمريكية، وعلى مستوى قدرة أمريكا وحلفائها في صناعة متغيرات يمكن أن تسهم بضخ مزيد من القوة لصالح مشروع الهيمنة. لا تعوا نعيد النظر، وبالتالي في إعادة طرح لمشروع بيكر هاملتون على الطاولة. بالرأي العام لا، بالرأي العام أنه ترامب الكريه، ترامب المرتشي، ترامب العنصري، ترامب المتوحش، هاي الصورة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى أن تكبر كرة الثلج وأن تصل إلى الاستحقاق الرئاسي، وهي تحمل هذا الخطاب متلاقية مع هذه الشريحة في المؤسسة الصانعة للقرار ومع هذه النخب التي بدأت تعبر عن ذاتها في الإعلام. طيب هذا قانون التناقض الداخلي بقلب أمريكا، وهذا إذا ترك لحاله يعني بسياقه الطبيعي رح يوصل حكما أمام النتائج التي قالتها حالات المواجهة إلى انتصار الفريق المناهض لترامب وإمساكه بدفة السياسة. بس من هون لسنتين شو بده يصير؟ كيف هذا الفريق اللي على رأسه المخابرات الأمريكية، لأنه هلأ بالإدارة ما معه غير المخابرات، يعني بالكونغرس واضح أنه بالحزب الجمهوري حتى في ناس ما عادوا ماشيين بترامب وبدون يرسلوا، بكرة بتشوفوا بالانتخابات الداخلية بالحزب الجمهوري رح يكون في مرشحين أقوياء بوجه ترامب ليمثلوا الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بدل ترامب، يعني مشروعهم. هلأ بيربحوا ما بيربحوا موضوع تاني، بس أنه سيجد ترامب منافسة حقيقية، يمكن جراهام سيناتور جراهام يكون هو المرشح، أو كوكر يكون مرشح رئاسي في مواجهة ترامب باسم الحزب الجمهوري غير المرشح الديمقراطي اللي ممكن تكون نانسي بيلوسي أو سواها. وبالتالي هذا قانون الصراع الداخلي كيف بده ينعكس برا، واثنين إيديهم طايلة برا، يعني الإدارة قادرة على الحركة في الخارج والمخابرات قادرة على الحركة في الخارج، والتأثير بنتائج وتداعيات الخارج له علاقة، بيقدم وبيأخر كتير. واضح قدامنا هلأ مجموعة من المؤشرات، الأولى أنه إذا كانت الصورة الأشد بشاعة التي يمكن أن يستمر تأثيرها هي حرب اليمن، لأن قصة الخاشقجي خلصت، عم نحكي بما مضى، بيتحاسب بن سلمان ما بيتحاسب بن سلمان ماشي الحال، بس هذه ليست هي قضية الشعب الأمريكي. الضاغط الحاضر الآن أنه كيف بك عائب السعودية، كله عم بيقول بدنا نوقف صفقات السلاح، هذه بدنا نوقف الشراكة بحرب اليمن. في شيء واضح أن الإدارة يعني ترامب ومعه بومبيو وماتس ذاهبون وبقوة لإنهاء حرب اليمن للتخلص من أعبائها. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الإدارة التي يمثلها ترامب، يعني هذا الجناح في المؤسسات اللي حتى الآن مبين أنه هو الخارجية والدفاع، واللي مش ماشي باللي بده اياه المخابرات، يعني ما نماشي بإعادة النظر الجذرية التي تقول علينا أن نتواضع في قراءة حجم قدراتنا وحجم حلفائنا
وأن نذهب إلى انخراط في تفاهمات وتسويات. ما حدا يفكر أنه المخابرات الأمريكية لما بتقول بأنه محمد بن سلمان أصدر الأمر بقتل جمال خاشقجي وهي تقود معركة إسقاطه والإطاحة به، لأنه لما بتقول هيك المخابرات وبتسكت يعني بعتت لترامب أنه على أساس هو الرئيس وما تبنى ما أخذ خيار ومشيت عادي شيء، ولما بتروح بتقله ما بياخد برأيها وبتروح بتوزع رأيها على الكونغرس وبترجع بتنشره بالواشنطن بوست وباللوس أنجلوس تايمز وبالوول ستريت جورنال وبنيويورك تايمز وبتعطيه للسي ان ان، يعني عم تخوض معركة. لما بتقرر السي اي اي انها تخوض معركة يعني عندها مشروع، يعني مشروعها يقوم على ان السعودية لم تعد حليفا صالحا. هذا بيستقوي، يعني بتقوى السي اي اي بهالمنطق اذا بقي ترامب وجماعته معندين بدعم حرب اليمن، لانه بتعطيهم وبتضخلهم وقائع يومية. واضح ان التموضع الجديد للادارة وخصوصا الخارجية والدفاع الى جانب ترامب ذاهب لما ببلش بحرب اليمن. طيب السي اي اي بتعرف انه اطاحة السعودية او تغيير مكانة وحجم السعودية مربح لايران، وماتس وبومبيو وترامب كمان بيعرفوا انه وقف حرب اليمن مربح لايران. فاذا مش صحيح انه واحد منهم في يتهم الثاني انت عم تربح ايران. اثنين، بالبدائل التي يطرحونها في ظل هذا الصراع امام العجز عن احداث الفرق والعجز عن احداث الفرق، نبلش مثل ما قلنا من الفشل في صفقة القرن اللي كانوا ملتئين عليها واللي كانوا مراهنين انها ستكون هي التسونامي الذي يغير معادلات المنطقة، انه يطلع محمود عباس ونتنياهو ومعهم محمد بن سلمان ومعهم ترامب عم بيوقعوا على اتفاقية سلام تعلن نهاية الصراع حول القضية الفلسطينية، وبعدها يقولوا نحن الأربعة منطلقون لندعو إلى حلف دولي إقليمي عربي إسلامي أممي لمواجهة إيران. هذا الذي تبخر هو الأساس في الافتراق. ماذا نفعل بعده بين اللي عم بيقول خلص إذا ما في صفقة قرن السعودية وإسرائيل وزن غير كافي لإحداث فرق، محدودية قدراتهم ستؤدي إلى أن تدفع أمريكا الثمن، وبين اللي عم بيقول لا بعد في فرصة. اللي عم بيقول بعد في فرصة اللي هو ترامب وماتس وبومبيو كمان ما عم بيقول بعد في فرصة بالتصعيد، عم بيقول لا خلينا نرجع خطوة إلى الوراء ونتأقلم مع المعادلات، وعم بيرد على السي اي اي وعلى التيار الجديد داخل أمريكا بأن يسارع، وهذا هو الاستنتاج الذي أريد أن أضعه بين أيديكم، بأن يسارع إلى التسويات كي لا تبقى وعدا لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. سي اي اي ما بدها هلا التسويات، هذا الاستنتاج الثالث. سي اي اي هلا ما بدها التسويات، هلا بدها ترامب وماتس وبومبيو يروحوا على مزيد من التصعيد، وهي عم بتخوض المعركة في الداخل الأمريكي على نتائج كوارث التصعيد، لتكبر كتلة الرأي العام وتكبر كتلة المنضوين إلى تيارها الرسمي المناهضين لهذه السياسة التصعيدية، لتوصل على الانتخابات مرتاحة. ترامب بومبيو ماتس عم بيروحوا على مبلشين باليمن، بس ماني عارفين انه انت اذا بتنهي حرب اليمن اوتوماتيكيا طبيعيا مين اللي حيربح؟ حتربح ايران. طيب يعني روسيا، طيب يعني انت شو بدك تعمل مع روسيا بسوريا مثلا من هون لسنتين؟ فيك ما تعمل اتفاق؟ فيك ما تتقبل وتتأقلم صيغة ما لدور إيران وحزب الله في سوريا وتعمل حالك مش شايف؟ فيك ما تتأقلم مع أنه إسرائيل لم تعد قادرة على أن ترسل طائراتها وتنفذ غاراتها كما كانت قبل وتعمل حالك مش عارف؟ ما فيك، بدك تعمل هول. وبالتالي المحل المنهجي اللي بيبين فيه موقف إدارة ترامب من العلاقة مع إيران هو حرب اليمن. لا حدا يضيع لا العقوبات ولا غير العقوبات، حرب اليمن هي الآلة التي كانت تراهن أمريكا عليها في محاصرة إيران. فوز سعودي إماراتي أمريكي بالسيطرة على ساحل البحر الأحمر هو خسارة كبرى لإيران، أدى العقوبات ألف مرة، العقوبات تتأقلم معه، أما البحر الأحمر يصير كامل السيطرة بيد السعودية وأمريكا وإسرائيل، فهذا تحول من سنوات، يعني من 7-8 سنين كانت إيران نجحت بكسره. وبالتالي لما بتقبل أن تذهب إلى تسوية في اليمن
تعرف بأنها لن تنزع الحديدة من يد الحوثيين، فهذا يعني بأنك تقبل ربحا لإيران أكبر من العقوبات. هذا بيعرفه ترامب وبيعرفه ماتس وبيعرفه مومبيو. وبالمقابل السي اي اي لما بيكون مشروعها انه تكسير المكانة السعودية المتضخمة بعد فشلها في صفقة القرن، كمان بتعرف انه حجم الربح الايراني رح يكون كبير باليمن وبغير اليمن. لكن هي ما تريده بالمقلوب، انه هي ما بدها هلأ تسوية اليمن، وهي ما بدها هلأ تسوية في البحرين، وهي ما بدها هلأ تسوية في سوريا وحتى بأوكرانيا. وأنا رأيي أنه اللي عم بصير هلأ من تصعيد في أوكرانيا، اللي عم بصير من تصعيد في سوريا، اللي عم بصير حتى من بعض الأشياء اللي بتقول الأنصار الله أنه في أماكن في أمر غير مفسر للتصعيد العسكري فيها رغم القرار المعلن لوقف الحرب وراء سي أي أي. هي تريد أن تبقى هذه الحروب الصغيرة مشتعلة، وأن تبقى العلاقات الأمريكية الروسية والأمريكية الإيرانية مأزومة، وأن يدفع ترامب وفريقه الحاكم ثمن هذا التأزم وهذا التصعيد. وهي تملك الأذرع والأيدي التي تسمح لها بأن تحرك وأن توتر وأن تصعد وأن تفجر. وبالتالي الصراع بين المرجعيتين المقررتين في اللعبة الداخلية الأمريكية سينعكس في الخارج بعكس التكوين الطبيعي للطرفين. يعني سي اي اي مشروعها الأبعد مدى هو بيكر هاملتون، اللي هو تفاهم عميق مع روسيا، واللي هو تفاهم عميق آخر مع إيران، واللي هو ضب للمشروع السعودي وانكفاء وراء الحدود، واللي هو ضغط على إسرائيل للتأقلم مع مفهوم جديد للتسوية يشبه ما تحدث عنه بيكر هاملتون، أي دولة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، إشراك روسيا في أن تكون هي الملاذ وإعادة فك وتركيب القيادة الإسرائيلية لصالح هذا المنطق. لكن هذا المشروع الاستراتيجي تكتيكيا يدفع السي اي اي للحروب الصغيرة لتسقط الإدارة، لتقع الإدارة في نتاج ما يترتب على عمليات التصعيد. والعكس، الإدارة التي لا تريد التسويات الكبرى ستذهب إلى التسويات الصغيرة، ستحاول أن تنتج تسويات صغيرة، ستحاول أن تتغلب على عناصر التأزم بتسويات صغيرة لتوصل مرتاحة ومتخففة من أعباء عمليات المواجهة إلى المواجهة الرئاسية، وبعد الرئاسة ستذهب إلى مزيد من المواجهة. يعني لحتى تكون الصورة واضحة الآن، إذن نحن قدام مشروع استراتيجي اسمه ترامب بومبيو ماتس، براهن أنه هو هلأ لازم ينحني أمام العاصفة المترتبة على تبلور رأي عام داخلي أمريكي مدعوما من السي اي اي ومن مراكز أخرى غير منظورة بعد في قلب المؤسسات الأمريكية، تريد أن تذهب إلى منطق التسوية، إلى منطق اللي حكي فيه ترامب بالانتخابات، أمريكا العظيمة لا أمريكا العظمى. وهذا التركيز حتى على منظومة القيم وحقوق الإنسان، وهذا بيخدم هالفكرة، فكرة نريد أمريكا العظيمة لا أمريكا العظمى. بالمقابل مشروع الخارجية والدفاع الذي بات ترامب جزءا منه خلافا لخطابه الانتخابي، مشروع الخارجية والدفاع هو أمريكا العظمى. لكن أمريكا العظمى الآن لتقدر تربح الانتخابات الرئاسية لازم تهدي اللعب، وأمريكا العظيمة الآن لتقدر تربح الانتخابات لازم تخرب عليهم تهدية اللعب ولازم تخليهم يغرقوا أكثر. فهي تذهب إلى تصعيد هو عكس توجهها المستقبلي، وهو يذهب إلى مهادنات عكس توجهه المستقبلي. وبين مشاريع التصعيد والمهادنات اللوحة بتختلط والصورة بتختلط. شو بيعني هذا الشيء على المستوى الاستراتيجي؟ هذا بيعني ثلاث أشياء لحتى نحطها بالتسلسل. الأولى، أن ليس في أمريكا أحد قادر على أخذ قرارات مواجهة كبرى. لا سي اي اي حتدعم المواجهة الكبرى، ولا ترامب ماتس بومبيو حيروحوا إلى المواجهة الكبرى. خيار المواجهة الكبرى مشطوب عن الطاولة، إذا كان ممكن يكون مطروح ما بعد الانتخابات الرئاسية للنقاش فهو الآن غير مطروح، لا مع إيران ولا مع روسيا ولا مع قوى المقاومة. طيب، هذا أول استنتاج. الاستنتاج الثاني، أنه هذه المواجهات إذا ما فهمت بمكانها بتقطع الطريق على التسويات، وبالتالي روسيا يجب أن تذهب إلى التسويات. ولهالسبب أنا بعتبر أنه التقط الروس جيدا، لأنه شو بيحصلوا منه لترامب؟ هذا مكاسب،
بيجوا بعدين اللي وراه بيربحوا الديمقراطيين مدعومين من السي اي اي، ما عاد فيهم يربحوا جميل باللي بيكون اتاخد من ترامب. ايران لازم تشجع الذهاب الى التسويه في اليمن، طبعا بشروط اليمنيين، مش عم نحكي تشجع بالمبدا المطلق، لا. وبالتالي التسويه في اليمن، التنازلات الامريكيه للتسويات وين بتبين فرصها؟ باي محل، مثل ما حكى لافروف، يعني رئيس بوتين واضح انه لاقط الحاله، وهذا معنى انه هو متحفظ كثيرا في التعامل مع الحاله السعوديه، ما عم بيشارك بالحمله، ما عم بيقول انه، بالعكس الكلام الايراني والكلام الروسي لازم ينقرا بمكانه، انه هاي وصمه عار، لكن انه السعوديه عم تهان وتذل، هذا كلام الرئيس روحاني، ونحن مستعدين نكون حدها اذا قررت ان تدافع عن كرامتها. الرئيس بوتين لا، مش هون نهائيا باللي عم بصير، انه لا، التحقيق السعودي كويس وماشي حاله، ونحن ما عندنا مشكل معه، وهذا التوظيف السياسي ما له مبرر. يعني ما عم بيطمن الامريكيين لجهه انه هو خارج دائره العرض والطلب مع السعوديه، بالعكس عم بيوضح لهم انه باي لحظه انتم بتروحوا بعيد مع السعوديه ممكن الطب السعوديه بحضنها، تروحوا بعيد بالضغط على السعوديه. وبالتالي بهذا المعنى إدارة ترامب عم تكون معنية أن تيجي تحكي مع الروس قبل ما تعمل أي شيء، لتضمن أنه ما في حدا لا طيلة على الكوع، وبالتالي اللي بيتم الاتفاق عليه مع الروس بيروح بيترجم مع السعودي. طيب هذا يعني أنه روسيا بدها تأخذ نصيبها من التفاهم، وبالتالي روسيا وإيران معنيتان بالتسويات في أماكن، ومعنيتان بالمواجهات في أماكن. طيب وين عم يقدروا السي اي اي الان يصعدوا؟ بحرب اليمن، لانه السعوديه هي التي تدير الحرب، واداره ترامب هي التي تدعم السعوديه، فالمنطقي والطبيعي انه درجه السيطره اكبر من ترامب وادارته، من قدره السي اي اي على التخريب. طيب هذا يعني ماذا؟ يعني انه التسويه قادرين يعملوها، فلنذهب الى التسويه، لكن فلنضع الشروط والسقوف الواضحه، لا العالية التي تقطع طريق التسوية ولا المنخفضة التي تفرط بالحقوق. وأنصار الله أثبتوا قدرة على حكمة وعلى شجاعة في اكتشاف هذه المعادلة الدقيقة ورسمها وصياغتها، مثل ما قوى المقاومة في غزة أظهرت بالجولة الأخيرة يعني أنها قادرة على ابتكار مستويات في إدارة التفاوض والمواجهة بطريقة لا غبار عليها ولا نقاش حولها. بالتالي في المكان الذي له صلة باليمن بالتأكيد تسوية. بسوريا سي اي اي يدها وباعها أطول. بشرق أوكرانيا يعني بالكييف كمان السي اي اي باعها أطول. وبالتالي الذهاب إلى التصعيد في أوكرانيا والذهاب إلى التصعيد في سوريا هو من فعل وصنع السي اي اي. هاي القذائف الكيميائية والخوذ البيضاء والضغط على حلب وبعض العمليات على أطراف أرياف حماة وإدلب، هذه يجب أن تفتح الباب للحسم. يعني النقاش لمعانيها ولأبعادها هو وضع التركي أمام معادلة مسؤوليته. طيب التركي يا هو بيحسم، يعني يا هو بفك رقبة اللي عم بيصعدوا وبيقدر يثبت الأهلية لتطبيق مندرجات تفاهمات أستانا، واللي صار بالقصف على حلب بيقول انه هو مش قادر، اما لانه مخترق، يعني السي اي اي كمان قادر يتقدم تسهيلات لهذه الجماعات من قلب البنى التركية العسكرية والامنية، اما لانه عاجز، واما لانه يقرأ بصورة خاطئة. فبالتالي يجب فتح العين والعين الحمراء اللي تقول اما ان يحسم وضع هؤلاء، اما ان ينزع السلاح، وأن يؤمن مثل ما كان متفق طريق حماه حلب الدولي وصولا إلى الحدود التركية بشراكة روسية إيرانية، مش بس الأتراك بيكونوا، وبالتالي لاحقا بانتشار الجيش السوري في هذه المنطقة وعلى مدى المروحة اللازمة لحمايتها أمنيا، وإما أن هذا سيتم بالقوة العسكرية، وهذا نقاش بلش، وهذا هو الذي يجري الآن على الطاولة. وأنتوا شفتم بارح يعني بمجرد أن تمت عمليات القصف على حلب بالغازات السامة على الأحياء الشمالية من حلب، قامت القاذفات الروسية والسورية معا باستهداف مجموعة من المواقع داخل نطاق السيطرة التركية،
والأتراك مضروبين على رأسهم مش عارفين شو بدهم يقولوا، والآن في تحضيرات لمناقشات على مستوى مسار أستانا للقول للأتراك أنتوا لوين. وبالتالي إذا مثل ما بمجال الحكي عن اليمن عم نقول الذهاب للتسوية، في مجال سوريا لا، العبث الذي تمارسه CIA استباقا لأي فرص تسوية يمكن أن يرعاها فريق ترامب بومبيو. طبعا خلينا ننتبه هون أنه نتنياهو اللي شاعر بأنه هو مش قادر يذهب إلى تسويات، هذا نتنياهو قوة ضغط لأنه متبنيه ترامب، قوة ضغط على ترامب لعدم الذهاب إلى تسوية في سوريا، فالتسوية في سوريا ما إلى سقف. يعني مش رايح ترامب على قمة بيونس آيرس بالأرجنتين لحتى يقول للرئيس بوتين تعال نتفق على سوريا. سوريا ليست على جدول أعمال التسوية بالنسبة لفريق ترامب لأن نتنياهو المقرر فيها، بينما اليمن على جدول أعمال التسوية لأن ترامب وبومبيو وماتس هم الذين يقررون. نتنياهو ما عاد قادر يكون هو صاحب اللعبة في الشرق الأوسط، بس في مجال يتصل مباشرة بأمن إسرائيل لا، تؤخذ حساباته بعين الاعتبار لأنه هو الحليف المعتمد. وبالتالي بسوريا قدامنا تصعيد بدون سقف تسوية، لذلك إما أن ينضوي التركي في مسار التسوية العميقة التي تحسم وتبتر وتواجه على قاعدة تفاهم واضح، وهذا يبدو صعب وما لازم نعطى وقت كتير، وإما أن يكون هناك ذهاب إلى المواجهة العسكرية التي تفرض في الجغرافيا حقائق ووقائع من نوع مختلف تغير المعادلات، وهذا ممكن يتم بطريقة القضم والهضم. يعني مش بالضرورة نكون قدام المعركة الشاملة لإدلب، لا، ممكن نكون قدام معركتين طرفيتين، واحدة في منطقة جسر الشغور وواحدة في منطقة أرياف حلب الشمالية، وبعد شوي نكون قدام واحدة ثالثة من منطقة أبو الدهور باتجاه معرة النعمان. يعني هذا نوع من العمليات اللي إلى علاقة بالموضعيات ومن ثم بعدها الاستيعاب والانتقال إلى قفزة أخرى، لكن وضع مسار الإنهاء العسكري تحت سقف تفاهم سياسي بين قوى محور المقاومة وروسيا على كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية التي ستمتد لسنتين، لن يكون التركي فيها لا قادر على الانقلاب والذهاب إلى موقع المواجهة ولا قادر على أداء الالتزامات، وبالتالي المنطقي والطبيعي أن لا يعطى الفرصة لأن يكون هو القوة التي تقود. يعني هو مش مهيأ لأن يكون هو من يقود هذه المعادلة لأنه هو في وضع عاجز عن العطاء بالميلتين، يعني لا قادر يعطي للي بده يصعد أن يكون شريكا في التصعيد، ولا قادر يعطي للتشوية التي التزم بها الموجبات التي تترجمها بالوقائع والحقائق والمعطيات. بالتالي انتزاع القيادة منه بعد ما أعطي هذه المهلة الكافية صار أوانه. طيب إذا هذا بالنسبة للموضوع في سوريا يطرح بهذه الجدية وبهذه القوة الذهاب إلى الحسم، لكن مثل معمول الحسم المتدرج، الحسم الماخذ بعين الاعتبار أنه ما بده يعمل معركة كبرى، ما بده يعمل ضجيج كبير يغطي على المأزق الأمريكي، ما بده يمنح فرصة لتماسك الأضلاع والأجنحة المتصارعة داخل الإدارة الأمريكية، وبالمقابل عم بيأمن حماية لمعادلة سوريا التي فرضتها الانتصارات كأمر واقع بشراكة سوريا، قوى المقاومة، إيران غير القابلة للمساومة والتي أثبتت روسيا أنها غير جاهزة للانقلاب عليها ولا تمنح الأطراف الأخرى وخصوصا أمريكا فرصة نيل مكاسب، لا أمريكا ولا إسرائيل طبعا. طيب بالنسبة لغزة واضح أن قوى المقاومة في الحلقة الأخيرة من المواجهة فرضت إرادتها وكانت هي صاحبة الكلمة العليا، لكن واضح أيضا أن لما عم نحكي عن سنتين أن الاتجاه المقابل واضح أن اللعبة السياسية الإسرائيلية لا تزال لعبة يمينية، واضح أن اللعبة اليمينية يعني لعبة التصعيد والتطرف سواء على مستوى العلمانيين أو الدينيين أنها قائمة على عدم تجرع الكأس المرة للهزيمة التي أنتجتها غزة وعدم امتلاك القدرة على التأقلم مع معادلة التسليم بتغير المعادلات. يعني احنا قدام وضع انه المقاومة فرضت امر واقع، الجيش الاسرائيلي ما قدر يتحمل، الجبهة الداخلية مش قادر يتحمل، بلحظتها وافقت اسرائيل يعني نتنياهو على وقف اطلاق النار،
لكن النتائج التي ترتبت عليها تصدع الطبقة السياسية، خروج ليبرمان، المزاج العام على مستوى الرأي العام، دفع نتنياهو يتحدث عن حرب وعن تضحيات وعن استعادة تشبيه من زمان ما حكوا عنه الإسرائيليين اللي اسمه كأننا عشية حرب العام 47، أنه كأنه نحن الآن مأزق الوجود عاد إلى الطاولة. وبالتالي واضح أن الاتجاه الإسرائيلي الآن هو اتجاه تصعيدي، وهذه فرصة في الحقيقة. ليش عمول هاي فرصة؟ يعني الآن عندما يقدم الإسرائيلي على أي عمل تصعيدي، طبعا واضح أنه هذه المرة إذا ذهب إلى عمل تصعيدي سيضع في حسابه أن يكون قد عبأ داخل الجيش وداخل الرأي العام وداخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الاستعداد لتحمل بذل الدماء، أنه قدامنا خيار من اثنين يا شباب. هاي المنطق الآن، إما أن ننتظر أن يكتمل الطوق علينا، هاي حزب الله خلال 10 سنوات راكم ويراكم المزيد من السلاح، هاي سوريا التي رهننا على سقوطها تسترد حيويتها وقوتها ومعها المقاومة ومعها إيران، هاي العراق ينضم إلى القافلة ويمتلك صواريخ استراتيجية وعشرات الألاف من المقاتلين، هاي باكستان تتغير في السياسة، هاي السعودية تضعف، هاي أنصار الله ينتصرون في اليمن، ونحن قدامنا على الجنوب مباشرة غزة التي ستكون جنوب لبنان آخر إذا تركناها الآن تأمن وتستقر وتبني بنى تحتية لمقدرات عسكرية نوعية. وأنه مثل ما رأوا 10 سنين حزب الله صار قوة غير قابلة للكسر، ستصبح غزة غير قابلة للكسر. فقدامنا حل واحد لنقدر نحفظ أمننا، هو أن نوصل رسالة قاسية لغزة ونضعها تحت السيطرة. ما ضروري نفوت ناخد غزة، المعابر تصير سيطرتنا عليها واضحة، قدرتنا على التحكم بما يدخل وما يخرج من غزة بين الحدود المصرية مع غزة وفي المياه مع غزة وفي الحدود المباشرة مع غزة، أن نوجه ضربة قاسمة لسلاح الصواريخ، أن نوجه ضربة قاسية للقيادات العسكرية فيها إلى آخره. طيب هذا بده عملية عسكرية، هذا بده تقدم بري ببعض الجوانب والمناطق، بده إنزالات كوماندوس، بده تحمل تراشق بالصواريخ، يعني قصف وغارات بده يترتب عليها تساقط صواريخ في العمق الإسرائيلي. وبالتالي الآن نتنياهو يعد جيشه ويعد البيئة السياسية الإسرائيلية لتحمل، هو عارف على كل حال، يعني هو بيقرأ منيح الوضع الداخلي بأمريكا، وبيعرف أن السعودية الآن رغم كل الحقن التي يقدمها ترامب لدعم السعودية، على الأقل هي بوضع الآن مش قادرة تدعمه بشيء، أنه بالآخر هي يعني بدها مين يدعمها. وبالتالي ترامب عم يحمي السعودية، ما قادر الآن ترامب يقدم له شيء. وإذا ترامب عم بيخوض مواجهة مع الوكالة المركزية للمخابرات، أول حدا بيعرف هو نتنياهو. وإذا خيار CIA هو الذهاب إلى لغة التسويات الاستراتيجية، يعني بيعرف نتنياهو أنه بده يبلش الشغل بقلب الطاقم السياسي الإسرائيلي لإنتاج بنية سياسية إسرائيلية قادرة على تحمل خيار التسويات. يعني ما تستغربوا يرجع باراك غير باراك يتلمع ويتفوت على اللعبة، كله وارد، أو اليهود الروس يطلع منهم حدا، كل يعني هاي المخابرات الأمريكية إيدها بقلب الطبقة السياسية الإسرائيلية قد ما ممكن تتخيلوا أكثر. وبالتالي نتنياهو يدرك أنه إذا خاض حرب وخرج منها بقدر من الإنجازات سيتاح له فرصة إعادة ترتيب البيت الداخلي الإسرائيلي بما يحصنه أمام المتغير الأمريكي القادم. وأنه أنا تعاملت مع مرحلة أوباما ونفدت منها، بالتالي بتجي نانسي بيلوسي بنفد، المهم هلأ أمسك، وبالتالي معه السنتين. بالمقابل CIA ستشتغل كي لا يتمكن من الفوز. يعني شوفوا المفارقة أنتم، أنه CIA إلى مصلحة هلأ أنه تقوي الجماعات المسلحة في شمال سوريا، وإلى مصلحة هلأ أنه نتنياهو يتبهدل بمعركة قادمة، لا يبلش يتآكل ليتهيأ المجتمع السياسي الإسرائيلي ينفرط ويصير فكه وتركيبه بإيد أمريكا، بإيد CIA والإدارة القادمة. وبالتالي إذا كان ترامب سيستفيد من شحنة قوة إسرائيلية تثبت حضورها في الميدان ليقول أنه هاي إسرائيل بعد بتقدر تعمل شيء، بالتالي لا تضعف السعودية التي تشكل السند الذي يحميها عربيا،
فالمعركة ستدور حول القوة الإسرائيلية. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنها فرصة لقوى المقاومة أمام هذه التناقضات وهذه الصراعات داخل المعسكر الواحد، مش بس المعسكر الواحد الإسرائيلي، المعسكر الواحد الأمريكي الإسرائيلي المتداخل والمتشابك. هذه فرصة لقوى المقاومة أن تتصرف خلافا للمرحلة السابقة. يعني في المرحلة السابقة قوى المقاومة كان منطقها وكان صحيح أنه نحن ما لازم نعطي الإسرائيلي أي ذريعة أي فرصة ليعمل تصعيد وينكفئ منه، يعني يوم اثنين يضرب يدمر يلحق فينا أذى، وبالآخر لما يعرض التهدئة نكون مضطرين نقبل. لازم لما بدنا نذهب إلى المواجهة نذهب لأنه لم يعد ثمة خيار إلا المواجهة. أنا أقول الآن مصلحة المقاومة أنه بأول سانحة بأي إشارة حتى لو ناتج عن خطأ تقني أنه عسكري بالغلط أوس قتل حدا أصاب حدا، نعتبره حدث، نعتبره اعتداء كبير لا يجب أن يمر بدون عقاب، ونذهب إلى المواجهة، لينذل الإسرائيلي في طلب التهدئة، إيه منقبل تهدئة، وهكذا. بمعنى استنزاف الصورة المعنوية للقيادة الإسرائيلية وهي في هذه الحالة من الضعف. هذا هو العنوان الآن في فلسطين. العنوان بفلسطين الآن هو كسر هذه العجرفة الإسرائيلية. أي إشارة أي إضاءة بمواجهات مسيرات العودة اللي بتتم الجمعة والتي يسقط فيها الجرحى والشهداء، مجرد أن يحدث هذا اعتباره تحولا خطيرا لا يمكن القبول به، واعتبار الرد عليه ردا مشروعا، على إسرائيل أن تتحمل تبعاته. وشوفوا نتنياهو شو راح يصير فيه، مثل ما صار بحرب تموز 2006، يا بيتحمل الكف وساعتها بتكون المقاومة فرضت معادلتها، يا بيذهب إلى الحرب قبل أن تنضج وبيفقد عنصر المفاجأة، لأنه الحرب نصها مفاجأة. واللي بعدهم لهلأ مش فهمانين أنه بحرب تموز نص انتصار المقاومة عائد إلى أنها هي من حددت توقيت بعملية أسر الجنود الإسرائيليين، ووضع القيادة الإسرائيلية بين خيار أن تقبل تمريغ أنفها في الوحل أو أن تذهب إلى حرب لم تنضج ظروفها بعد ولم تعد تملك فيها عنصر المفاجأة، فتكون المقاومة مستفيدة من ضعف الاستعداد الإسرائيلي ومستفيدة من عدم وجود عنصر مفاجأة. والمقاومة في فلسطين كذلك عليها ألا تهاب. أي نعم ممكن الآن أي رد على أي تحرش إسرائيلي يؤدي لحرب، بس مش معناتها بيكون القرار غلط، بيكون الإسرائيلي عم بيحضر للحرب وما فيه هلا يتراجع، إذا تراجع كلفته المعنوية عالية ما فيه يحملها، لذلك بيروح على الحرب قبل أوانها وبيرضى أن يخسر عنصر المفاجأة، وبعد ما عنده استراتيجية خروج منها ثلاث شروط مثالية لتخوض معه حرب، وتجربة حرب تموز قالت هيك. واللي بدهم يطلع يقولوا إذا أي مواجهة تحولت إلى حرب بأنه غلطنا وأنه المقاومة تسرعت وأنه هذا تهور، بيكونوا ما بيفهموا شيء بالسياسة والاستراتيجية. بيكون البديل شو هو؟ أنه أنت تمرق له لبين ما يجهز ويحضر وضعه الداخلي ويحضر مقدراته العسكرية ومعنويات جيشه ويجهز حاله باستراتيجية خروج وبيده عنصر المفاجأة. الخيار في فلسطين، الخيار في غزة الآن هو بين حربين، بين نوعين من الحرب. نوع تقرر المقاومة موعده من خلال رفع وتيرة الرد على أي ارتكاب إسرائيلي ووضع قيادته أمام خيار الذهاب إلى الحرب أو الانكفاء، فتفقده المفاجأة وتحرمه من استراتيجية الخروج وتحرمه من فرصة الاستعداد الكافي. الخيار بين هذه الحرب وبين حرب أخرى يكون قد أكمل استعداده لها ويكون قد امتلك فيها عنصر المفاجأة ويكون قد وضع لها استراتيجية خروج. كذلك مثل ما عم نقول بالنسبة لسوريا، المحلين اللذين يجب أن تكون فيهما الجهوزية للقضم للهضم لمراكمة الإنجازات لوضع الآخرين أمام الاختيارات الصعبة، مش قادرين يروحوا على حرب نفرض عليهم الاختيار، طالما مش قادرين يروحوا على حرب أن ينكسروا أن ينهزموا أن ينكفئوا أو أن يقبلوا في السياسة ما يمرغ أنفهم في الوحل. هاي هي المعادلة الآن، حيث التسويات، وعم برجع بعيد، في أوكرانيا واليمن قد تكون متاحة، وبأوكرانيا مش لأنه CIA مش قادر يتأثر، لأنه ترامب ما قادر يتحمل التوتر بأوكرانيا، ولأنه روسيا قادرة على البطش السريع في تلك المنطقة، في فرصة
لأن تنتزع روسيا إنجازات، في فرصة باليمن لأن تنتزع إيران يعني وقوى المقاومة إنجازات، لكن في غزة وسوريا لا بد من خيار المواجهة الذي يجب أن يحضر على الطاولة، من جهة لفرض تنازلات سياسية إذا كان ذلك ممكن فهو عظيم، وتتراكم مرة بعد مرة بعد مرة بكل تحرش تعمله CIA بواسطة هون أو هون أو هون بيكون في إمكانية لأنك تنتزع مكسب سياسي أو أن تذهب إلى مواجهة تأخذ منها حاصل جديد في الجغرافيا. هذا في سوريا. في غزة لا، لأنه نتنياهو بده يستثمر السنتين الباقيتين قبل اكتمال مشروع CIA وقوى التغيير في أمريكا، ومش عمول تغيير ثوري يعني التغيير بقلب اللعبة الأمريكية بين أطراف صناعة القرار وأطراف النظام وأطراف كتل الرأي العام التقليدية، بده يستمر هذا التغيير اللي بده يجي نعكس عليه، وهيك جرى التقليد في إسرائيل. بإسرائيل ما في حدا بيتطلع أنه والله أمريكا بتكون مع إسرائيل وضد إسرائيل، لا مش صحيح، أمريكا كل عمرها وكانت وستبقى مع إسرائيل. بس أي إسرائيل؟ إسرائيل التي تصيغها أمريكا على شكلها، بيجي الديمقراطي بيحكم كان يجيب العمل، بيجي الجمهوري بيحكم كان يجيب الليكود، وبالتالي التغيير داخل إسرائيل متزامن مع التغيير بأمريكا. بزمن أوباما ما صار هالشي، بقي نتنياهو حاكم لأنه العمل خارت قواه، ولأنه مشروع التسوية الذي يمكن أن يكون قابل للصرف ما قادرة لا إدارة أمريكا أن تحملوه أن تطرحه، لأنه هذا فوق قدرته، هذا تسليم بحقائق ووقائع ومتغيرات في المنطقة، لازال كان مشروع الهيمنة الأمريكية أعلى من أنه يتحملها. شو دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس؟ من هي قوى هذه التسوية؟ بمين بتنفرض؟ أمريكا كانت لا تزال في وهم أنه لا في إمكانية لتحقيق مكتسبات على محور المقاومة وإضعافه والحصول على منجزات، ومجل الموضوع. بكل الأحوال نحن الآن الدان بلشنا ندخل، لأنه بس تبلش المشكل بالانقسام داخل مركز صناعة القرار الأمريكي يجب أن ندرك أنه من جهة هذا يعني أن قرار حروب كبرى ومواجهات كبرى مش وارد، وهذا يعني أن هناك فرص استثنائية لتحقيق مكاسب تكتيكية قد تتحول إلى إنجازات استراتيجية على حسن الإدارة. وأعدت بالتذكير حرب تموز، شو بدي بالتافهين اللي بيقعدوا يعلقوا وأخذوا كلمة لسماحة السيد اللي كان عم بيقول إنه أنا لو كنت ذاهب لحرب، يعني لو كان خياري حرب ما كنت بعمل يعني الحرب بهذه الشروط وبهذه الصيغة، إنه لو كنت أعلم أن عملية الأسر سترتب هذا لما كنت فعلت. أنا رايح على عملية أسر وأريد لعملية الأسر أن تنجح في تفاوض غير مباشر، هذا الموقف المعلن للمقاومة. تخيلوا أن المقاومة تقول لا أنا عم بستفز الإسرائيلي لحتى أجيبه على حرب، بس في المعنى العميق نعم المقاومة، وأنا مسؤول عن كلامي، معلش خدوني ثقة في هذا الموضوع، أنا كنت مع سماحة السيد قبل أسبوع من الحرب بخمسة أو ستة تموز، وأنا اللي كنت طالب الموعد، وأنا ماخذ لسماحة السيد مجموعة الوثائق التي تقول أن إسرائيل تعد للحرب، اللي منها وضع حجر الأساس لأنبوب نفط من مرفأ جيهان التركي إلى أشدود على الساحل الفلسطيني، وأنه هذا يعني كيف بدهم يحموه هذا إذا ما في مشروع حرب، وبالتالي هذا مؤشر، وأنه تركيا شريك وألمانيا شريك وممول الدوتش بانك ومشاركة توتال وآي بي، شو هالمزح هذا؟ اثنين، ندوة عسكرية استراتيجية في كاليفورنيا مشاركين فيها الإسرائيليين والأتراك والسعوديين، شو داير تناقش هذه الندوة؟ والخلاصات تتحدث عن مخاطر حزب الله، بالإضافة إلى وصول التحقيق في استثماره بقضية الرئيس الحريري ضد سوريا إلى طريق مسدود، وبالتالي الحاجة إلى إحداث تغيير جوهري نوعي في معادلات المنطقة، إنه ما في حل تاني غير التفكير بحرب، والحرب الإسرائيلية مبنية على معادلة منطقية في الحساب التقليدي للحروب، أنه إسرائيل مش احتلال لا تخاف من المقاومة، إسرائيل تدخل كقوة نظامية في مواجهة قوة نظامية اسمها المقاومة أضعف منها، لا عندها طيران ولا عندها دبابات ولا عندها كثافة نار، وبالتالي هي بتفوت بتنظف وبتنكفئ. المنطق بيقول أنه عسكريا هذا ممكن، والمقاومة كان هذه معادلتها أنه نحن مش قوة دفاع عن خطوط جغرافية ثابتة. بناء على وكان تقدير سماحة السيد بوضوح أنه نعم نحن لدينا من المعطيات والمعلومات والتأكيدات بأن إسرائيل تعد لحرب، وتقديرنا أنه الحرب معادلتها بتشرين تاني، المقاومة ما كان غايب عنها هذا الموضوع،
وبناء عليه كان النقاش أنه وما العمل؟ العمل أنك تجر إسرائيل إلى مواجهة قبل موعدها. وكانت استراتيجية المقاومة، مش عمول هذا أنا اللي قلته، لا، كانت هذه استراتيجية المقاومة التي أفرحني أنها كانت هي القائمة، أننا نعم مدركون لهذا، نضعه في حسابنا، نتحسب له، نستعد له، وإن شاء الله إذا وفقنا الله في عملية نوعية للمقاومة، وكان مفهوم أن عملية أسر، فإن إسرائيل ستكون أمام خيار من اثنين: إما أن تقبل الإذلال وتذهب للتفاوض، وساعتها تصرف النظر عن خيار الحرب، خلاص ما عاد تقدر تروح على حرب، وإما أن تأتي إلى الحرب الآن وهي فاقدة لثلاثة: استراتيجية خروج، مفاجأة، استكمال الاستعدادات. أنا أقول هذه المدرسة نحن نحتاجها الآن في مقاربة الوضعين، الفلسطيني في غزة والسوري في شمال حلب وفي ريف إدلب. طبعا أنا اللي بدي أقوله أنه قوى المقاومة في غزة في صورة هذا وتدرسه وتهيئ نفسها، وأقول أن ردود الفعل التي سمعناها من القيادة السورية ومن الجيش السوري ومن الدفاع الروسية كلها تقول أن إدراكا عالي المستوى لهذه الحقائق هو الذي يدير الصراع وهو الذي يتخذ القرار. آسف، أصل إلى نهاية الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام القدس عليكم دائما وأبدا. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.